هكذا تواصلنا مشاهدي الكرام في هذه اللحظات وبهذه التحديات وبهذه الإثارة الراهية. مبارك بن سعد بن سعيد بن رحية العامري هو من قدم راهية مع الشوط الذي مضى، يتقدم رائع وجميل وتوقيت ممتاز، 9:31. مبارك بن سعد بن سعيد بن رحية العامري، فله التحية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ينطلق مشاهد الكرام شوطنا الثالث في مجموعة الأشواط والقعدان الإذاع المحليات الأصايل. انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين في هذه اللحظات وبهذا التقدم. ناخذ ما قدمت الشوط. المركز الأول في هذه اللحظات يستفتح النداء اللي هو مضخور محمد بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، هو من يقدم مضخور مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. بينما المركز الثاني، المركز الثاني والحبل الكريم، ياتي الشارد ومنصور بن السبع بن سعيد الشامسي احتل المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث تقدم في هذه الإثارة وبهذا الابداع المستمر على مستوى المركز الثالث. شوف التقدم من خلال تواجد شاهين محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري احتل المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع بلقى اللي هو صياد وراشد بن سعيد بن راهب بن يعان الشامسي، يقدم صياد على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، اعطونا المركز الخامس، تقدم مع شاهين مبارك بن سعيد بن دريبي بن رميدان العفاري، ياتي كذلك بدوره حاضره مع شاهين مع المركز اللي هو الخامس. المركز السادس يتقدم اللي هو ايضا سراب محمد بن هلال بن طناف الراشدي، يقدم كذلك سراب على مستوى المركز السادس. سابع الاسماء حضور من خلال تواجد الاذن القامح محمد راهب بن تريس الظاهري، يقدم القامح مع المركز الثامن. والمركز التاسع تقدم من خلال تواجد شاهين مبخوت بن حمد بن عود العامري، يقدم شاهين على مستوى المركز التاسع. عاشر المراكز يتقدم مشاهدينا الكرام مكرم ناصر بن محمد آل سالمين المنصوري، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه هي العشرة الأوائل ولقطتنا من بعد المراكز العشرة، لا تنسونها ما شاء الله. تابعوا للشعارات الخلفية، الشعارات الحاضرة في هذه اللحظات وبهذا الأبداع وبهذا التحدي والإثارة ما شاء الله. ولكن بعود على ما قدمت الشوط مع المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. هذا هو التقدم وهذا هو التحدي. يا سلام ما قدمت الشوط، شاهين غير الأمور على ما قدمت الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري حاضر راعي العنية في هذه اللحظات وبهذا التحدي والإثارة على ما قدمت الشوط مع المركز الأول. تقدم رائع وجميل في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. صياد على مستوى المركز الثاني، يقدم صياد في هذه اللحظات. راشد بن سعيد براهد بن يعان الشامسي حاضرا كذلك في هذه اللحظات ويقدم صياد بهذا التقدم. انتصفت المسافة يا وحش المضمرين، انتصفت المسافة يا المشاركين في هذه اللحظات وبهذا الابداع. المركز الثالث بلقى هناك تقدم مع مضخور محمد بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، يقدم مضخور في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع تقدم من خلال تواجد سراب محمد بن هلال بن طناف الراشدي حاضرا في هذه اللحظات، وهالي مغافة ينتظرون السلامات يا بن طناف اللي بعده. تابع لي ايضا هناك، انتظر شيء الربع هناك بعد شيء ما وصل الى حتى هذه اللحظات. اعطونا المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات. تقدم من خلال تواجد شاهين مبخوت بن حمد بن عود العامري، تقدم بدوره على مستوى المركز الخامس. المركز السادس وصل مكرم في هذه اللحظات، ناصر بن محمد آل سالمين المنصوري حاضرا في هذه اللحظات ويقدم مكرم
اللي بعد مكرم هناك. اعطونا اسما اخر مشاهد الكرام على مستوى المكان السابع القامح يتقدم محمد ابراهيم بن تريس الظاهري. اللي بعد شاهد لي ايضا الغزال حمد بن محمد بن سعيد الظاهري يتقدم بدوره في هذه اللحظات. هناك حامل رقم 4 اللي هو شارد منصور بن السبع بن سعيد الشامسي يتقدم. وتابع لي هناك عملية زومية، عطني للشعارات الخلفية. الله تقدم في هذه اللحظات وبهذا الابداع. ولكن وين 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 المركز الاول وين المركز العاشر؟ ياهو فرق بيننا وبينهم ما شاء الله، ما يقارب حدود نص كيلو ما شاء الله. شوف الاسماء، شوف الاسماء الحاضره في هذه اللحظات وبهذا الابداع المستمر. ما شاء الله نبحر ونسير في طريقنا نحو الصداره ومقدمه الشوط والمراكز الاولى المتقدمه في هذا الابداع وبهذا التحدي والاثاره ما شاء الله وتبارك الرحمن. لكن لابد عودتنا مع سكان المقدمة ومع المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات مع المحليات الأصايل القعدان. هذا هو بنهية، هذا هو بنهية على مقدمة الشوطة مع المركز الأول يقدم اللي هو شاهين. شاهين مع المركز الأول وصياد أيضا بدوره، صياد مع المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات. يقدم راشد بن سعيد بن راشد بن يعان الشامسي يقدم اللي هو صياد على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. المركز الثالث وين عنا المركز الثالث يا الربع؟ خلونا مع شاهين بن هية مع راع العنية ما شاء الله كعوايد شاهين بهذا الانطلاق وبهذا التحدي المثير على الصدارة على مقدمة الشوطة مع المركز الأول ما شاء الله. بدينا بالانعطاف، بدينا بالالتفاف نحو خط النهاية. الله يا سلام على هذا التحدي وعلى هذا الابداع. اول اشواط القعدان المحليات الاصايل يتقدم بهذا التقدم وبهذا الابداع. الكيلو المتر الاخير في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع وبهذا التقدم ما شاء الله وتبارك الرحمن. شاهين وصياد ايضا طلبوا خدمة كاملة على حسابهم، على حسابهم ما شاء الله. هذا هو بن هية مع شاهين، هذا هو شاهين. الله يا سلام رقصة أبداع تحدي وإثارة في هذه اللحظات. وشوف الانفراد، الانفراد الحالة على مقدمة الشوطة مع المركز الأول يتقدم المجموعة في هذه اللحظات ويسير في هذا المسار المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. شاهين بن هية يتصدر المجموعة يسير بهذا المسار وبهذا الانطلاق المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله. هذا هو محمد بن مسلم بن سالم بن هية العامري يتقدم راعي العنية بهذا الشعار وبهذا السلالة الشاهينية على مقدمة الشوط مع المركز الأول. راح بهذا المسار وبهذا الانطلاق. سجلوا عندكم ما شاء الله حامل رقم 10 على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. شاهين محمد بن مسلم بن سالم بن هية العامري يتقدم على المجموعة والعصافة البطان. ما حد قال له شيء، ما حد قال له شيء. شكرا يا من تتابع، شكرا يا من أيضا تتابع شاهين بهذه المتابعة. لحظات الوصول العبور نحو خط النهاية والعصافة البطان. ما حد قال له شيء. مشكور يا بن هية محمد بن سالم، محمد بن مسلم بن سالم بن هية العامري. بقى ثاني عنده بالعود مشاهد الكرام اللي هو أيضا مبخوت بن حمد بن عود العامري مع شاهين. المركز الثالث ايضا صياد راهب سعيد راشد بن يعان شامسي. المركز الرابع ايضا تقدم مشاهد الكرام من خلال تواجد سراب محمد بن هلال بن طناف الراشدي. والمركز الخامس نشوف المركز الخامس ايضا في هذه اللحظات وبهذا الابداع اللي هو مكرم ناصر بن محمد ال سالمين المنصوري. خاطب المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذه التحديات. هذه هي الخمس الاوائل والخمسة بعد الخمسة نترك إلى أعضاء خط النهاية لمتابعة أيضا حتى المركز العاشر. لهم متابعة ولهم كذلك أفتى وأعطى ذو حق حقه. هذا هو شاهين محمد بن مسلم بن سالم بن هية العامري. هو من يحقق الفوز والناموس والانتصار. 9 دقائق وتحطم نعم التوقيت الزمني في هذه اللحظات مع شاهين. 9 دقائق 23. نعم تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والعصافة الأبطان. ما حد قال شيء. شكرا مع التوقيت تلفظ.